هي قافلة السلامة الطرقية. هذه القافلة ما هي إلا واحد تتويج للعمل الذي نقوم به طيلة السنة، ليس عملا ظرفيا، ليس عملا موسميا، بقدر ما هو عمل كيندرج في إطار واحد البعد استراتيجي. هذه القافلة اللي من خلالها تعرفنا على مجموعة من العمليات ذات الطابع التربوي التحسيسي التواصلي ديال البنية التحتية ديال المجتمع المدني مع المهنيين. هناك عمليات نوعية اللي كنلمسوا من خلالها بأن هناك واحد التعبئة، هناك واحد الإرادة حقيقية لتغيير، إرادة حقيقية لترسيخ يعني هذه الثقافة. طبعا يعني هذه السنة القافلة جابت يعني هذه المدن انطلاقا من الرباط وصولا إلى مراكش مرورا بالمحمدية وأسفي، ولكن على غرار السنوات الماضية يعني دائما كنستحضروا البعد الجهوي، البعد الجهوي والعدالة المجالية فيما يخص يعني هذه القضية، لأن القضية ماشي قضية مؤسسات، ماشي قضية إدارة، ولكن قضية كتهم طبعا المركز، كتهم الجهوي وكيهم وكتهم كذلك الطابع المحلي. لهذا فعملنا كلجنة وطنية للوقاية وحدود السير، لدينا برنامج سنوي غني بالعمليات اللي كان منبثق على المخطط التواصلي الخماسي اللي بدوره هو منبثق على الاستراتيجية الوطنية. طبعا عمليات يعني طيلة السنة حاضرون عبر التلفزة، حاضرون عبر الإذاعة، عبر الملصقات، ولكن التواصل المباشر والتواصل على القرب عنده خصوصيته بالإضافة إلى الرقمي. لهذا فهذه القافلة ما هي إلا تجسيد، طبعا نحن مع الإعلاميين مع المسؤولين كنخلقوا هذاك الجو باش كنتعرفوا على شنو نوعية المشاريع، باش التناول ديال هذه القضية فعلا كيكون تناول في هذه المقاربة المندمجة والمقاربة التشاركية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.